حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي، حدثنا علي بن ثابت، حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، حدثني مولاي عبيد الله، حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حميد عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، ففعلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة، حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أحد جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مسلم بن خالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية بن هشام، حدثنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله، فإن العين حق. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ، فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، ثم دعا بماء، فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان: قال معمر عن الزهري: وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، فأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حضين
عن الشعبي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى، فقال لهم اعرضوا علي، فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه هذه مواثيق. حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. حدثنا إسماعيل بن بهرام حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته، فقال أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال عرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عبد ربه عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض ببزاقه بإصبعه بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يبطلني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، فقلت ذلك فشفاني الله. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمر قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب عن أبي هريرة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل؟ قلت بأبي وأمي بلى يا رسول الله.
قال: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، 3 مرات. حدثنا محمد بن سليمان بن هشام البغدادي، حدثنا وكيع، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أو قال إسماعيل ويعقوب. وهذا حديث وكيع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم الأشهلي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. قال أبو عامر: أنا أخالف الناس في هذا، أقول يعار. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: من شر عرق يعار. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا أبي عن ابن ثوبان عن عمير أنه سمع جنادة بن أبي أمية قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: أتى جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن أبي سهل قالوا: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا معن بن عيسى، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا بشر بن عمر قالا: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا معمر بن سليمان، حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقا لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تلي، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. قال: ذاك الشيطان إذا أطعته تركك، وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك، وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين: أذهب الباس، رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن عن عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها
فإنها لا تزيدك إلا وحنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم انصرف، وتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء لا يتكلم، فقالت يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي وإن به بلاء لا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بشيء من ماء، فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها، فقال اسقيه منه وصبي عليه منه واستشفي الله له. قالت فلقيت المرأة فقلت لو وهبت لي منه، فقالت إنما هو لهذا المبتلى. قالت فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام فقالت برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الرحمن الكندي حدثنا علي بن ثابت حدثنا معاذ بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، يعني حية خبيثة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل، قال ذلك القدر فمن أجرب الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح. حدثنا أبو بكر ومجاهد بن موسى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا حدثنا يونس بن محمد حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا على الله. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد وحدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن عبد الله بن أبي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم
فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم جاء فقال: والله يا عائشة، لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: قلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا. فأمر بها فدفنت. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قالا: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا يزال يصيبه كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. قال: ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا وهب حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني عيينة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابن أبي العاص؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان، أدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: أخرج عدو الله، ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. حدثنا هارون بن حيان حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا عبدة بن سليمان حدثنا أبو جناب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي أخا وجع. قال: ما وجع أخيك؟ قال: به لمم. قال: اذهب فأتني به. قال: فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق الآية. وآية من المؤمنين: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. وآية من الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
وعشر آيات من أول الصافات وثلاث من آخر الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن، وكساء من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة، وأقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. حدثنا عبد القدوس بن محمد، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود عن عاصم بن عمر بن قتادة عن علي بن الحسين عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب أحدا ولا يطوى له ثوب. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة، قال: وما البردة؟ قال: الشملة. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي لأكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج علينا فيها وإنها لإزاره. فجاء فلان بن فلان، رجل سماه يومئذ، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه البردة، اكسنيها. قال: نعم. فلما دخل طواها وأرسل بها إليه، فقال له القوم: والله ما أحسنت، كسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته إياها لألبسها، ولكن سألته إياها لتكون كفني. فقال سهل: فكانت كفنه يوم مات. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المخصوف، ولبس ثوبا خشنا خشنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ بن زيد، حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة قال: لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا، فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في جلوتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو ألقى فتصدق به، كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قالها ثلاثا. حدثنا الحسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال: ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ قال: لا، بل غسيل. قال: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. حدثنا أبو بكر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن لبستين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك إلى السماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه قال قال لي يا بني لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين، فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وأحمد بن الأزهر قالا حدثنا مروان بن محمد، حدثنا يزيد بن الصمت، حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم غنما في آذانها ورأيته متزرا بكساء. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. حدثنا محمد بن حسان الأزرق، حدثنا عبد المجيد بن أبي داود، حدثنا مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، وحدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال فلقيت ابن عمر بالبلاط فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأشار إلى أذني سمعته أذناي ووعاه قلبي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر بأبي هريرة فتى من قريش يجر سبلة فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار
فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حدثنا علي بن محمد، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن محمد، حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قلت لأبي سعيد: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار. يقول ثلاثة: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سفيان بن سهل، لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: ما أغربه. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أبو غسان، وحدثنا أبو كريب، حدثنا عبيد بن محمد قال: حدثنا حسن بن صالح، وحدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن دكين عن زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير، حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، وإن زر قميصه لمطلق. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالوا: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل. حدثنا أبو بكر، حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبرا. قلت: إذن ينكشف عنها؟ قال: ذراع لا تزيد عليه. حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا، فكن يأتينا فنذرع لهن بالقصب ذراعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة: ذيلك ذراع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ذيول النساء شبرا. وقالت عائشة: إذا تخرج سوقهن. قال: فذراع. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع،
حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله أنبأنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مساور حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء من حرير فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك نبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم فدعا بالجلمين فقص فدخلت على أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج. حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي سمعته يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاخثة حدثني هبيرة بن يريم عن علي أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها؟ قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي
حل لإناثهم. حدثنا أبو بكر حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أنس قال رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء. حدثنا أبو عامر عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد قاضي مروى حدثني عبد الله بن بريدة أن أباه حدثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره فقال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في خطبته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد قلت للحسن ما المفدم؟ قال المشبع بالعصفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفر. حدثنا أبو بكر حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه. ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء يتبرد به فاغتسل ثم أتيته بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس على عكنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. حدثنا محمد بن عبادة ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شفرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شفرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. حدثنا العباس بن يزيد البحراني حدثنا وكيع بن محرز الناجي حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن شاة لمولاة ميمونة مر بها
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطيتها من الصدقة ميتة فقال هل لا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب عن سلمان قال كان لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. حدثنا أبو بكر حدثنا جرير عن منصور وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني وحدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس قال كان لنعم النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما. حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلمي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن محمد حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب قال دخلت على أم سلمة قال فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد. حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس
حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي، حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر قال: رأيتك تصفر لحيتك بالوس، فقال ابن عمر: أما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. حدثنا أبو بكر، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا، ثم مر بآخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا، ثم مر بآخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. قال: وكان طاووس يصفر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آذه منه بيضاء، يعني عنفقته. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي، حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم هانئ: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر، تعني ضفائر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب. قال: فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسدل ناصيته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا بين أذنيه ومنكبيه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فقال: ذباب ذباب، فانطلقت فأخذته، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال: وما القزع؟ قال: أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ثم نقش فيه محمد رسول الله فقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن جبير مولى علي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة أم المؤمنين قالت أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال تحلي بهذا يا بني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي كفه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي كان يجعل فصه في بطن كفه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وفي هذه يعني الخنصر والإبهام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن يحيى عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فراث عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال ما منعك أن تدخل؟ قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا عفير بن معدان حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد